بحث وزير العمل محمد جبران مع وفد من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية الملفات المشتركة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير العمل خلال لقاء على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتنفيذ كافة البرامج والمشروعات التي تخدم العمل والتنمية، خاصة برامج الحماية الاجتماعية للعمال التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، موجها اللجنة المشتركة من الجانبين على سرعة تفعيل وتنفيذ التعاون المشترك.